تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فالأعاصير الحقيقة بالمرة دي اختلعت مدن واختلعت بيوت وشردت لدرجة فين صور الهجرة الجماعية أساتذة؟ في صور، والصور دي متداخلة مش واضحة يا عقيدي لو سمحت، عايز صور واضحة من فضلك. الناس بمئات الالوف ماشيين، يعني الاعصار ده عمل شغل غير عادي في المساله دي. ناس بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم وهذا الغرور والاغتيال، وان تلك الظلم اللي في افغانستان وفي العراق وفي كوريا وفي كوبا ومع روسيا، وبتمد اسرائيل كل يوم تقتل الناس. الحقيقه ناس كتيره جدا في العالم شمتانه فيها. السؤال اللي عامل جدل على السوشيال ميديا، هل يجوز الشماتة في ما يحدث في أمريكا برغم أنها بتساعد، عشان بتساعد كل المعتدين والمستعمرين وهي ضد المستضعفين في الأرض؟ الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك السيد، الله يبارك فيك. حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا، والناس الحقيقة بتقول اللي في قلبها ولا تدعي دبلوماسية ولا حاجة. دكتور يقول لك والله الراجل طلع قال لك ان ما حدش يقدر علينا، فربنا قال له يعني هيحصل ان لن يقدر عليه احد، بالاضافة الى ان الترسانة الامريكية اللي مفتوحة باحدث الات القتل اللي اسرائيل بتمارس بها الابادة الجماعية، بالاضافة الى القتل المروع اللي اتعمل في كل حتة في الدنيا، فربنا بينتقم منهم وبالتالي وجب الشماتة فيهم. ماذا ترى يا سيدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السيد، ما يحدث الآن في العالم كله من أمريكا ما هي إلا عربدة سياسية، والكل يعلم أن أمريكا تتعامل بأكثر من مكيال. ما أصاب أمريكا هو جند من جنود الله عز وجل، لأن الله عز وجل له آيات كثيرة في القول وعظيمة، ومن هذه الآيات الأعاصير والرياح العاتية. فالإعصار لا شك أنه جند من جنود الله، يبتلي الله به عز وجل من يشاء من عباده ويعاقبه. وأمريكا ومن معها الذين يسعون في الأرض فسادا ويقفون بجانب المحتل، عندما يموت جندي إسرائيلي يقولون أين الرحمة وأين وأين وأين، بينما يقتلون مئات الآلاف من العرب ومن المسلمين، لا يتحرك أحد، وأمريكا هي التي تحمي هؤلاء. الله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. عندما ننظر إلى القرآن الكريم وننظر إلى ما يحدث وإلى الأمم السابقة، نجد أن الله عز وجل يقول: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهو ما يبدو على الصورة على الشاشة الآن فعلا، يعني نعم. فهؤلاء الذين ظنوا أنهم لا يقدر عليهم أحد في الأرض، وظنوا أنهم قادرون على فعل كل شيء، فالله عز وجل يأتي لهم بجند من جنوده، وهو الريح والحصار. يا شيخنا يا دكتورنا، فضل. تلك المداخلة، المتصهينين العرب والتلموديين الجدد هيطلعوا من بعد شوية على السوشيال ميديا يهاجمونا ويهاجموا حضرتك يعني، فاستعد للمتصهينين العرب ان هم هيبدأوا يهاجموا حضرتك وكده يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. الحقيقة امبارح انا شفت الماتش، فاحيانا كثيرة جدا ماتش بين مصر وموريتانيا.